أحمد راضي وديع تماما يحقق أهدافه كما الدبور يلسع ثم يطير لكنه صبور كالجمل يحمل جبل ما بعد النجومية على كاهله إذ لا يزال يحتفظ ببريقه منذ أن تألق في كأس فلسطين للشباب التي كانت بداية شهرته العربية التي أقيمت في المغرب عام 1983 أبرز هدافي القرن العراقي أفضل لاعب آسيوي عام 1988 صاحب القميص رقم ثمانية مسجل الهدف العراقي الوحيد لكأس العالم نجم لا يزال يطير في فضاءات فسيحة تشفع له وسامته وساقاه الذهبيتان واسمه الذي تنخلع قلوب حماة الاهداف لذكره هو النورس الساحر الفتى الذهبي احمد راضي! احمد راضي! احمد راضي! والهدف الرابع في بطولة كأس العرب، احمد راضي وهدف جميل جميل لاحمد راضي الكابتن احمد راضي مرحبا فيك، بالشوط في الاول من هذه المباراة، أنت على الجانب الأيسر ولا الأيمن؟ يعني لا لاعب مهاجم يعني على بالوسط باليمنى باليسرى وكل مكان نلعب خشن ان شاء الله نلعب خشن بس دير بالك من الطرد يعني بالمناسبه انت ولا مره تعرضت الى كارت احمر؟ لا اكيد كل لاعب يتعرض الى حاله الطرد يعني تعرف حاله عصبيه مرات خشونه مرات يعني تعرف انا كمهاجم يعني تعرض الى ضرب بعض المرات قوي ف ما ما تحمل الموقف يجوز انا هم ابادر بالضرب بس بدون كره فممكن انه الحكم يطرد من المباراه. يعني على قولة خالد الحربان العرشوب عليه فاول والدزه عليها فاول صح؟ العرشوب <applause> <صحيح>. <applause> 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 يعني يضربك من وراء. نعم. يعني انت انت دائما تفتعل السقوط في منطقه الجزاء؟ لا يعني بعض المرات مثلا دفعه بسيطه انت تحتاج تمثل وياها حتى تاخذ ضربه جزاء. حصل؟ الحصلة طبعا اكيد كسبت اي طبعا يعني بس مو كل مره يعني بعد مرات تفشل المحاوله ويعني تاخذ انذار اصفر عليها بس لانه يعني كل المدافعين كانوا يلعبون معي بطريقه قويه يعني يحاول يحد من خطورتي فلذلك اتعرض للضرب يعني فمرات تجي طبيعيه المساله مرات بعد بعض المرات بدا الحكام مثلا بالدوري العراقي يقولون انتم تجاملون احمد راضي مثلا بالملعب دائما تطوا فاولات فش يسوي يعكسها للحاله حتى لو انضرب وصحيح وبنرتي وهذا ما ينطيني مثلا ضربه جزاء او ما ينطيني اياها فاول لان يقول حتى يثبت انه ما يجامل احمد راضي. هل تعتقد انه يونس محمود يفعلها دائما؟ شوف يونس محمود نفس الحاله كمهاجم ايضا يعني يتعرض الى حالات ضرب ويتعرض الى مضايقات ويحتاج انه يمثل هذا الموضوع بس امكانيه يونس محمود في هذا يعني في مهارته وفي ادائه انه هو نشط يعني عنده طاقه وحركه ودائما مشاغب يعني يعتبر مهاجم مشاغب. بس بالفتره الاخيره هذه المساله شوي بدات تقل عند يونس محمود ولذلك صار عنده القوه البدنيه والجسمانيه مالته ضعيفه فلذلك بدا بسهوله يعني يوقع يعني بدا يتعرض هوايه مثلا انا دا اشوف مثلا من تجي الكره الطويله دائما في اغلب الاحيان يوقع يونس محمود ولذلك ده يفقد من ناحيه جماليه في الاداء يعني يعني هو يوقع روحه شوف يحتاج يعني بعض المرات يحتاج بس انه تكون متكرره يعني يفقد جماليته قلت أوفر. لك يعني يصير ايه يعني العمليه يعني ممله بالنسبه للمشاهد يعني خلينا بالاوفر انا اول مره احاور واحد يطول مني انت بن... <applause> كم هدف مسجل بالهيلت والله ما حاسبهم بس تعرف احنا كنا منتخب وطني دائما يعتمدون على اساس لعبنا كان اللعب الطويل وال... يعني انا أبدأ هي لحسين هي اللي ناطق هي وحسين نفس الشيء ايضا يستخدم راسه بشكل جيد فهذا كان أسلوبه ولذلك كانت حتى مثلا نهايه الهجمات مالتنا تبجي بالاوفر والكروس والمناوله الطويله انت دائما اكو تمويل وراك يعني من الخلف يعني انت صانع اهداف ولا هداف لا انا هداف طبعا كل جهد الفريق طبعا في كل اليوم في كل المنتخبات او في كل الفرق اللي تلعب كره القدم كل واحد له واجباته واختصاصاته قد تكون هناك اختلاف في طريقه اللعب وفي عمليه الواجبات بالنسبه للاعبين مثلا اليوم برشلونه ما تقدر تقول اكو مهاجم ثابت لانه عمليه تغيير يصعد واحد ينزل واحد لكن من تجي ترتب الفريق اكو مهاجم اسمه ديفيد واكو وراء مهاجم لاعبين وسط انا كنت هداف يعني محصول وحاصل لعب الفريق هو نتاجه انه يكون هنالك هداف بالنسبه للفريق افضل خط وسط عملت وياه طيله حياتك والله يعني كان المنتخب يعني زاخر بالنجوم مثلا ناطق هاشم شاكر محمود باسل جورجيس ليث حسين حبيب جعفر سعاد قيس يعني كل هذول اسماعيل محمد من يمولك هم هذول اللي يمولون آه آه. نعم م. تعتقد انه يعني حصل عندك ارجو ان تعترف انه انت كثير من يعني بالدوري كثير طلعت هداف الدوري يعني هل في يوم من الايام حصلت عندك شيء من الانانيه في ان تكون انت تهدف ما تناول؟ لا انا ابدا ما اكون اناني، يعني انا مبدئي في في لعبي في كره القدم انه دائما اسوي الشيء الصح، اسلم باص صح اذا كانت هنالك هجمه ممكن انه غير يستفاد من عدها ويكون نسبه النجاح الهدف ب يعني انطيها اناول الكره وحتى لو يسجل المنافس ظلينا في دور دوري من دوريات وكريم صدام يعني هو يعبر 18 انا اصير 19 اصير 20 هو يصير 21 لكن هو يهيئ لي كرات حتى اسجل هدف وانا اهيئ له كرات وبالتالي هو فاز صار هو هداف الدوري يعني هو في يعني مره كان عدنان حمد بينك وبين فارق بينك وبين كريم صدام حتى عناد عبد فتره من الفترات صحيح. كان بينك نعم. وبين فارق هدف نعم فهل يحزنك يعني هل تصمم على ان تحقق هدف من اجل ان تكون هداف؟ اصمم لانه اريد اكسب يعني كرصيد شخصي الي وكانجاز شخصي لكن ما اصمم على اساس انه اريد اغيب فلان او انه نافس فلان او اريد انه ما اريد غيري يصير بهذا الموضوع لا ابدا يعني ما عندي انانيه بهذا الموضوع. انت من السجل سجل هدف ما تفرح ليش؟ بعض المرات شوف تقتضي الحاله انه تفرح بشكل يعني لا ارادي مو مو, مو تمثيل، الان اغلب اللاعبين يبدون يمثلون ولذلك شلون تعرف انه هو يمثل؟ لان هو متفق عليها قبل المباراه ويعرف ايش راح يسوون الصفقه اي متفق مع اللاعبين الاخرين شو يسوي ما يسوي لذلك هي عمليه تمثيليه بس احنا في وقتنا ما كان عندنا هذه الحالات التمثيليه بعد بعض المرات اجد انه مهمتي انه انا اكون هداف او انه انا اسجل الهدف فلذلك يعني ما اشعر انه اريد أو, او بمعنى اخر اريد اوصل للاخر انه هذه هي امكانيتي الطبيعيه انه انا اسجل هدف يعني هو نوع من الاعتداد بالامكانيه ليس من باب الغرور لكن اعتقد انه انا من اسجل الهدف ما مسوي شيء كبير يعني لكن بعض المرات تحتاج انه انت من تاثير الصحافه والاعلام واهميه المباراه واهميه البطوله من السجل هدف يعني فعلا هو غالي. تفرح بطريقة لا إرادية وبدون تمثيل يعني ضربة رأس أحمد راضي ضربة رأس مرة أخرى وعلي حسين عالية وأحمد راضي وأحمد خطرة خطرة تعادل أحمد راضي يسجل هدف التعادل ليش اللاعب اللي مسجل هدف يركض وما يخلي احد يلزمه يعني مو هم يريدوا يلزموه ما اعرف ليش قلت لك هو يريد يعبر بطريقه واخرى من راح يلزمه راح يتحاضون يتباوسون فتنتهي اللقطه هو يريد يكمل لقطه الى اكثر مثلا يريد يروح للمدرب يريد يروح للاعب يريد يروح للجمهور يريد يسوي الحركه يعني بطريقه معينه يوصل الى مكان فلذلك يضرب له دقله يضرب له حصل انت ما تسويها مو لا لا ما اسوي ما تدبرها؟ لا بالعكس انا يعني كلش مرن وانا اساسا بديت يعني لعبت جمناسك لا بس ما ما اسويها. حصل انه حصل انه معك حققت هدف دبل كيك؟ كثير يعني مم. عندي ثلاث اربع اهداف دبل كيك وبطريقه مم. يعني طريق يعني طرق صعبه جدا انا يعني مهمتي كنت اسجل الاهداف الصعبه يعني بالاضافه الى انه مثلا بعض المرات ينتقدوني انت انت شنو وجهت يعني يوقف يم الجول وتدخل الكره، ما هو هو مهاجم هذا ومهمه المهاجم انه يكون اخر لاعب امام الهدف، بعض المرات تصدف انه تكون مباراه يعني الاهداف سهله، لكن اغلب الاحيان دائما يكون اسجل الاهداف الصعبه يعني. ما هو دائما كان في فتره من الفترات مغضوب عليك لانه ضيعت كثير من الاهداف السهله. طبعا هذا المهاجم يعني ما ممكن انه اليوم تقول اكو مهاجم يضيع مهاجم صعبه ويسجل سهله ويضيع سهله ويضيع سهل. هذه طبيعه كره القدم بها الاخطاء وبها التفكير وبها التاخير وبها الاستعجال بها كل شيء يعني فلذلك مو 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 يعني مو فشي يعني خطا انه انا اضيع اهداف سهله كل مهاجمي العالم على يعني اعلى مستوياتهم يعني يعني هل تتفاعل باليسرى اليمنى لما يعني تلعب بجهه نص الملعب اليسرى ولا باليمنى ولا شلون؟ لا ابدا انا يعني واجبي انه كمهاجم اتحرك يمين ويسار وانزل للوسط بعض بعض المدربين كان ما يقبل انه انزل للوسط واخذ كره لانه يعتبر انه يجب ان يعني يكون هنالك تواجد هجومي كلاعب او لاعبين يعني خاصه اذا كنا مثلا مهاجمين لازم واحد من عندنا موجود فلذلك كان يعني ما بها مساله تفاؤل انا موجود يعني هذه حركه دائما وانا استخدم يعني تلك القدمتين يعني اليمنى واليسرى اسجل بها ونفس نفس الكفاءه يعني لا انا اقصد من تصير نص الملعب يعني انت تلعب من يسار لا ابدا ابدا ما م. ما احب التطير ولا احب انه اقول ابيض ولا اسود ولا راح البس هالشكل ولا بس اخضر ولا ابيض ولا ما عندي هذا يعني <applause> ابدا يعني ومره كان اكو في مذيعه هي طلبت طلب للمدير العام هي جوز شوفني الان هي في في هولندا قدم قالت له انا ارجو ان تعفيني من الظهور قبل, قبل المباراه لانه دائما الفريق العراقي يخسر <applause> أكو ناس تعتقد أكو ناس بكيت بس يعني مثلا صرت في موقف انه خسرنا وبكيت لا ما عندي امام الجماهير أمام التلفزيون ما صار عندي ايش امام دموع مارادونا؟ يعني هو مارادونا بحد اسطوره يعني كلاعب لكن انا يعني ما اعتقد انه هو قدر يحافظ على توازنه وسلوكه خارج الملعب نعم هو اسطوره لكن ما يعني ما اثر فيه شيء من من بكى يعني طب مساله طبيعيه هل تعتقد ان ميسي اسطوره اي نعم ميسي اسطوره له وقت ولا اي طبعا كل لاعب ما, فيه ما كل في ماكو لاعب اليوم بال بهذه الدنيا ما يصير له وقت وينتهي بس كيف ينتهي هذا هو عاد كيف ينهي مشواره بطريقه انه تبقى في ذاكرته الاخرين اليوم مارادونا من انتهى انتهى بصوره يعني هو صحيح بالملعب شيء كبير لكن خارج الملعب ما كان نموذج للاعبين وللرياضيين فميسي باعتقادي لحد الان هو اسطوره الكره العالميه انت مع الريال ولا مع برشلونه شوف انا مع الريال اشجع الريال بس لو ري... يا ريت لو مشجع مش برشلونه احسن <applause> 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 يعني الحقيقة برشلونه اليوم يلعب كره قدم ما صارت في ك... في كل يعني في كل مستوى الكرة القدم العالمية يعني بدل إذا دل... ما عجبك روح <applause> بدل طيب يعني هل تعتقد أن الدور الإنجليزي أفضل من الدور الإيطالي إيطالي أفضل من الألماني ألماني أفضل من الإسباني ليش العرب الآن صاروا ريال وبرشلونة شوف هو طبعا الدور الإسباني أنا ما أعتقد أنه هو أفضل دوريات العالم هو بي بي ثلاث فرق فقط يعني الريال وبرشلونه وفالنسيا يعني متعه بس هو متعه المشاهده لبرشلونه والريال وفريقين مصروف عليهم بشكل جيد وفي نجوم وهذا يعني هذا التشجيع من هو, صار هو كل انسان اليوم حتى مثلا تلاقي في كل دوله وفي لكن الان صارت على مستوى بشكل عالمي يعني قبل مثلا جويه زوراء هنا مثلا وحدات فيصلي اهلي زمالك الان اصبحت العمليه عالميه يعني برشلونه والريال على اعتبار انه فريق فيه نجوم فيه امكانيات في مستوى عالي لكن انا مثلا تقول لي الدوري الانجليزي انا اشوف الدوري الانجليزي افضل من الدوري الاسباني والدوري الايطالي يجي بدرجه اقل يعني <applause> احمد راضي احمد راضي والمدافع روحان بفا داخل مرمى والهدف الاول للفريق العراقي احمد راضي احمد راضي يسجل الهدف الاول للفريق العراقي في الدقيقه 31 31 ومو تسلل حسين الى احمد احمد ينفرد والمرمى خالي من الحارس واحمد الى المرمى لتصبح النتيجه هدفين للفريق العراقي مقابل هدف للدنمارك احمد راضي من هجمه مرسومه جيده وتهديف صحيح على القائم البعيد يضع كره في مرمى الدنمارك ما عادتك زوراء وجويه في العراق ليش طبعا هذا الوضع اللي صار بعد 2003 واسبابه واضحه يعني اولا يعني فتره من الفترات كانت الحاله الامنيه هي السبب اما السبب الرئيسي اليوم هو لانه ماكو ملاعب يعني انت اليوم شوف الدوري العراقي اللي تنقل الرياضيه العراقيه يعني شيء مخزي الملاعب ترابيه وسياج مفلش سيم واقع لوري رمل ورا الـ ورا الجول يعني ما في جماليه ولذلك احنا اليوم نحتاج الى حتى نخلي هذا اللاعب يجي انا من بداية كلاعب انتقلت من حي العامل الى يرموك ليش؟ لان يعني اكو مركز شباب جميل كان يدعم الشباب وينظم عملهم كان ينطوني في عمري 14 سنه ينطوني تكرم حذاء بوما تراك ملابس كلها من ارقى انواع التجهيزات العالميه اللي كانت تلبسها المنتخبات العالميه هذا شدني يوميا اروح انتقل حوالي مسافه 3 4 كيلوات يوميا مشي وارجع 3 كيلومترات بس حتى يعني اتمتع بهذه المزايا اللي انا قدموا لي اليوم هذا الشاب ما موجوده ما راح يصير ملعب البصره ملعب مواصفات عالميه واظن الكارثه اللي اليوم كل ما قالوا قالوا ملعب البصره ملعب البصره ملعب البصره هذا كان ممكن اسوي به في كل محافظه ملعب يحمل حوالي 25 25 الف متفرج احنا اليوم راح يصير لو تصير بطوله بي لو ما تصير بطوله وبعدين يعني المرجح أنه ما تصير المرجح يعني باعتقادي ما تصير يعني دائما تحمل كؤوس اكبر منك <applause> هو الموديل كان شكل قور طيب قول لي قول لي احمد راضي اجمل او اعظم شخصيه قابلتها سلمتك كاس <applause> والله كثير من يعني من الاساطير السياسيه مثل انديرا غاندي ملك الحسين ملك السعوديه, ملك السعودية ملك قابو السلطان قابوس امير قطر امير الكويت في وقتها يعني كل هذول سلمت من عندهم كان عندك اهتمام مبكر بالسياسه؟ لا ابدا ما حبيت السياسه انا يعني ابدا وحتى لحد هذه اللحظه جابك على مجلس النواب شوف أم هناك اكو خطا يعني حقيقه ودائما اوضحها بس ما توصل الفكره يعني للاسف أنا أصلا دخلت السياسة مو لأجل السياسة، أنا ما لا تصير وزير داخلي تسلم. داخل تسلم. ولا أريد وزير خارجية ولا أصير نائب رئيس وزراء ولا أصير بس كان عندك طموح تصير وزير الشباب وزير شباب لأنه هذا اختصاصي، لأنه أنا أعرف الرياضة وأنا مارست الرياضة بكل تفاصيلها لاعب مدرب رئيس نادي وأيضا مسألة موضوع دخولي بمجلس النواب ايضا هو كان رئيس تحت مسمى رئيس لجنه الشباب والرياضه، يعني كله باختصاصي. ممكن اليوم انا ادافع عن فكر معين، مشروع معين يخدم العراق والعراقيين من ضمنه انه تكون هذا الخدمات وممكن تكون ضمن سس... يعني نهج سياسي ممكن اكون، لكن انا في اختصاصي الرياضي يعني هذا ينطبق اليوم مع، اليوم دوله قطر عندها نهجين ثابته الاعلامي والرياضي دوله قائمه على هذا النهجين يعني الجزيره كقناه فضائيه والرياضه مسوين بها والان بدا المستوى التعليمي ايضا هذا جزء من مهمه بناء شعب وبناء ثقافه اليوم احنا كشعب عراقي لو ينظم بطريقه تبدا من الشباب تنتهي كل مشاكلنا اليوم اللي نعاني من المساله الامنيه يعني بدل ما تتصرف على دبابه او سلاح او صاروخ تصرف على مركز شباب تصرف تثقف جيل تبني بطريقه واعيه ممكن انه يخدم لك المجتمع افضل ما انت تبدي تحارب الـ الـ بطريقه معاكسه تبدي اليوم احنا ما محتاجين هذا الشعب ما محتاج غير فقط انه يثقف بطريقه واداء سلوكي داخل المجتمع ليش العراقي من في بلده يمشي رونكسايد ليش من يجي الاردن او يطلع في امريكا او في اي مكان يقف بالليل يوقف اذا كان احمر، ليش؟ لانه هذه ثقافة من الدول على هالثقافات. فانا اعتقد انه الموضوع الرياضة جزء من بناء المجتمع، واليوم لو عندنا احنا ثقافة رياضية على مستوى الحكومة والدولة ما كان عانينا من سلوك ولو كان وفرنا كثير من الفرص، وكان ثقافنا الشعب بطريقة أفضل ما اليوم موجودة عليه. هي الرياضة شعرها حب، طاعة، احترام. نعم. بقى منهم من الحب؟ ماذا بقى من الحب؟ يعني كل هذه تبقى في في تناقص حقيقة يعني. لأنه اليوم يعني ما وجدنا مثلا الاحترام اللي تلاقيه قبل مثلا للمعلمات أنا كان معلماتي بالمدرسة الابتدائية أخاف من أفوت من يفوت أن يعني كلنا نختل نروح نطب للبيوت، يفوت يكمل. نطلع بالشارع نقعد ف اليوم ما هذا طبيعي ما صار كنت تخاف عن لس... عمو بابا؟ نعم والله عمو بابا يخوف يعني <applause> <applause> واثق ناجي بس لا ما كان مدرب يخوفني حتى عم بابا يعني انا كنت عنيد يعني يعني هو يشكو منك هو كان يشكو دائما من عندي والحقيقه بال يعني بتقادم الزمن وجدت نفسي انا يعني غلطان بكثير من الامور يعني انت لك حالات غرور في فتره معينه اكيد طبعا يعني شاب و... بعد اي هدف صعب سجلته؟ مو بعد هدف يعني هو مجموع سلسله اهداف ومستويات وبطولات والناس تبدي تهتم بشخص وتعرف يعني بس ما صابني ذاك الغرور تابك احساس انه انت طاير فوق القاع يوم من الايام تمشي هيك اي نعم متى يعني مثلا من اكو مباراه ويا منتخب الامارات فزنا 3-2 بوقتها او 3-1 اعتقد فسجلت هدف من فوق الحارس فكان فد اقبال جماهيري على هذه المباراه وظلوا يمدحون ويحجون بس بهذا الهدف فايش حسيت بشعور النشوة واشعر كل الناس يعني تنظر لي بعين عندك حماقات في شبابك نادم الان عليها؟ اكيد كثيره يعني هواي يعني وما ممكن انه يعني اليوم اسويها لو ما اعرف شو يصير يعني بس بس انا مقل من هذه الحماقات حقيقه لانه كنت اعرف انه كيف احافظ على نفسي حتى مثلا كنت اقعد ويا اصدقائي لي مثلا يشربون مثلا اقول لهم لا يعني ما اقعد وياهم باماكن عامه تريدون تقعدوا اماكن خاصه اقعد وياكم بس اماكن عامه ما اروح وياهم مع العلم ممكن اتونس ممكن اسولف انا مثلا اشوف جماعه يشربون اتقصد اخليه مثلا قوطيه بيبسي قدامي حتى لا تجيني نظره انه انا هذا وهذا رياضي ولعب منتخب وطني وقاعد يشرب وقاعد يسكر وقاعد بس تاكل باكر حرام مو كل زين اقول لك شيء بالنسبه ل انت عندك جمهورات اكبر من الجمهور يعني جمهورات نسوان يعني مع انه اللي كان يدخلون الملعب جدا قليلين، انت اكثر جمهورك كاسح من النساء صح؟ يعني تقدر تقول تراعي في الاعتبار <applause> الان <تصفيق> <تصفيق> كان يحبوك لانك وسيم؟ يعني جزء من من الميزة أنه تخاف هو تروح وسام. منك وسامتك أحمد راضي والله هي يعني جزء من شهرتي وسامتي الحمد لله مو كلش انا يعني زين شايل نفسي يعني منو اوسم لاعب في العالم؟ اوه هوايه مثلا هلا جانب كلهم حلوين <تصفيق> <تصفيق> مثلا منو؟ يعني والله ما اتذكر بس يعني بيكام مثلا فشي حلو انت تفهم المراه اكثر ولا تفهم الرجل؟ انت عندك ثلاث بنات عندي ثلاث بنات وفيصل في الاخر اي نعم أه ما كنت افهم البنات بطريقه حقيقه يعني مو مو شاطر كنت في فهم البنات وعلاقات البنات لانه اساسا انا عشت مع يعني في عائله سبع اخوان احنا ما عندنا اخت ما عندي اعرف صالح بس اي لا عندي محمد وعلي وفاضل وعبد الرزاق وصالح واني وحميد اول علاقه تفاجات بها وبدت بعد العلاقه الثانيه وهكذا الى الآن الان يلا بديت افهم معنى المشاعر النسويه والعلاقه مع النساء وحتى المساله الرومانسيه يعني بدت بطريقه يعني تدريجيه يعني زين خليني انا يعني مره جيتك للبيت وسمعت صوت طفل ف قلت لك هذا حفيدك انت جفلت <applause> أي انت فاجأتني يعني انا عندي هي الان هي بت سادس يعني عندنا بالسادس هنا يسموه توجيهي ولانا بالثاني وتالا بالاول متوسط يعني وفيصل هاي ان شاء الله باكر راح يصير عيد ميلاده نحتفل به او ترى لسه متي فيصل شوف انا عندي هي اسم فشي حلو عربي نادر كوي. جدا اي نعم نادر و... يعتقد ماكو عراقي اسمها هي بالفتره الاخيره ورا ما سميت قاموا يسمون يجوز قبل اكو يعني يمكن حالات يعني نادره فيصل ايضا اسم ملوكي اسم هيك يعني هيك حلو فشي يعني انت على نهايه الفيصل الثاني؟ اي أيوة والله بكيت؟ يعني ذاك اليوم دا داقرا ايميل يعني يعني, يعني, يعني انتقدت نفسي يعني احنا شعب مبالغ يعني للاسف يعني يعني هذه مو إهانة أو انتقاد بس عتب على الشعب العراقي يعني يعني ليش هاي النهايات المأساوية كلها يعني ليش إحنا إحنا شعب صاحب حضارات صاحب أخلاق صاحب رحمة ننهي دائما هذه لو ينسحل لو يتقطع لو ينكتل لو يعني ما أعرف يعني هذا فد موضوع يعني انقهرت جدا يعني والآن أنا عندي كثير من الأمور اللي بعد ما قرأت عن ال العائلة الملكية لأن كثير من الأمور دا أقتنيها يعني مو التخليد لهم لكن محبة بهم يعني تفرجت على المسلسل آخر الملوك؟ نعم تفرجت على المسلسل ودائما أنا أقرأ هذه الحقبة يعني من زمنها وأحب أنه أتابعها يعني حتى من تجيني إيميلات أنا يوم تجيني إيميلات حوالي فد 20 30 إيميل كلهم ذي فائدة يعني أراجعهم كلهم قبل ما أنام و... ومتسلل وأحمد راضي يقدر يتقدم يتقدم بعد بعد أحمد راضي يا ريمون يا قول يا ريمون أحمد راضي أحمد راضي يسجل الهدف الأول لمنتخبنا من الوطني طيب لو رجع بك الزمان ورا شو تسوي؟ لو رجع بزمان على المستوى الرياضي يعني ما كان خليت فرصه الا انه اطلع خارج الطوق العربي والمحلي يعني كنت اتمنى انه العب اليوم في في برشلونه او العب في ريال مدريد او في اي بلد يعني كان يعني ما خليت فرصه الا انه انتهزها حتى احترفت بالوكره كان ممكن الوكره يأخذ... من الوكره ياخذوك انا احترفنا متاخر يعني انا عمري 28 29 سنه و واحترفت يعني في حين جاني عرض انا من الاورجواي وعمري حوالي 22 سنه منو منعك؟ اللي منعني انه ضوابط البلد ما بها احتراف وثانيا يعتبرون قبل كان كل شيء انت تمارسه لازم هو شيء مقدس ولازم تتركه يعني هاي المساله الوطنيه وهذا عدي ما كان راضي مثلا؟ عدي ما كان موجود كان يعني كان مبعد من عن اللجنه الاولمبيه في وقتها كان كريم الملا هو رئيس وزير الشباب فكان اكو تاجر يتعامل مع وزاره التجاره يبيع لحوم من الاورغواي فحضر مباراه قال هاني هذا اللاعب رقم ثمانيه هو رئيس نادي نفس الشيء هو التاجر رئيس نادي فقال اريد اشتري فكريم مولا قال هذا بمليون دولار ما نبيعه قال مستعد ادفع مليون دولار هل كانت علاقتك بعدي متى كان شهر العسل ومتى انتهى؟ شوف عدي صدام حسين كان بالبدايه كلش محب لاحمد راضي وحتى مثلا من انتقلت الى نادي الرشيد كان مصر على انتقالي هو بدا الدعم هو كان عنده مبدا انه يحاول انه يسوي فريق بكل النجوم ويحاول انه يخلي كل كل الاهتمام ينصب على هذا النادي بس هي فكره فاشله لانه ما بي جمهور يعني هو لو ما اخذ نادي الزوراء لو ما اخذ نادي الجويه لو ما اخذ طالب يعني بي جمهوره ويدعمه ممكن يسوي لا هو بنى فريق بس بالتالي بعدين مع الايام اصبح مثلا احمد راضي نجم واذا ينافس على بعض الامور هو اللي ما ممكن انه واحد يقبل أن ينافسه فيها على المستوى الجماهيري على مستوى الرغبات والشهوات وعلى مستوى الشكل والملبس والامكانيه الماديه بدا يعني ما يحب احمد كان يغار منك؟ انا ما اقول يغار لان هو بري رئيس جمهوري يعني حي الله انسان فقير يعني لاعب وعندي جماهيري لكن هو قلت لك يعني عنده فد عقليه غريبه سيارته كانت افضل من سيارته لا هي مره واحده كانت اشتريت <applause> <applause> مرسيدس وتعاقبت من <تصفيق> 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 ف بس هو يعني في نفس الوقت يعني رغم انه كان في اي لحظه ممكن انه يعني يعاقبني يعاقبني حقيقه يعني في المنتخب وقف وياك مره؟ مثلا من تعورت في تشتفي وصارت عندي عمليه قال صير لجنه من افضل الدكاتره ويتعالج في ابن سينا، ابن سينا كانت بس العائله يعني الرئاسيه هي اللي تتعالج بها وظليت بها حوالي ثلاث ايام اتعالج في هذا وبعدين حتى من وراها الفتره التحضيريه بعدها العلاج الطبيعي همين كنت اروح. افضل لاعب يلعب ويحمل رقم ثمانيه منو؟ عراقي اجنبي خلينا نقول عراقي عراقي يعني هشام محمد فتره من فترات حمل رقم ثمانيه ولاعب جيد ممتاز يعني. حماد محمد امتداد لك؟ يعني كلاعب جيد يعني اعتبره يعني بس هو بالفتره اللي اجت معه نعم كان امتداد لنا يعني هل الاحتراف اضر بالكره بالعراقيين ام لا الان واقع حال هذا الاحتراف يعني ما فيه هل اضر ام افاد الكره؟ أه بالمحصله هو اضر بها بس بالنتيجه انه هذا حق مشروع لكل عام ما اعرف ليش ابو هيا احس انك محبط حقيقة يعني بالفترة الاخيرة كنت كلش محبط يعني وهل حاليا يعني, يعني يعني انت من تكون عندك مشاعر وولاء لبلدك و فاكيد تحبط لانه يعني تشوف الامور تمشي من السيء الى الأسوأ اذا كانت عن المستوى السياسي اذا كانت على المستوى الرياضي بلدك هو الناس اللي انت داير مدايرك من هو هذا بلدك يعني البلد مو تراب وبنايه وما ادري شنو انا هاي كلها ما لها اعتبارات يعني اليوم اقعد في مكان ما بي اي ملامح لكن الناس اللي داير مدايري هم مشاعرهم وحاسيسهم وحبهم وولاهم لك يعني انا اعتقد هو هذا الاهم اليوم ما ما شعرت يعني اكو فد حاله تنافس وتسقيط مو طبيعي يعني بالمجتمع حتى الرياضي في فد خاصه في يعني وصار عندي الاحباط بعد الانتخابات مال اتحاد كره القدم. لانك انت تنازلت أم ناجح؟ انا تنازلت لانه احبطت بطريقه التعامل يعني اصبح التعامل رخيصه اما ان تكون بطريقه الخوف من الاخرين او بطريقه التسقيط انه فلان من, فلان من طائفه وفلان من طائفه او بالتسقيط يعني المادي وهذا ينطي وهذا ما ينطي يعني صارت الموضوع يعني خرجت عن احنا كنا نقول انه الرياضه ابد ما ما دخل بها هذا العنصر المبتذل اللي هو تفريغ الطائفي او الفساد او هذا لكن الان وجدت به موجود هذا يعني شعرت به ولمسته بايدي فلذلك صار عندي احباط ولذلك اليوم يعني ما اتمنى انه اكون مسؤول و ما تقدر تتصحح من هذه الثقافه اللي هل نعم تتمنى العوده للعراق؟ انا عاده كل اسبوع اسبوعين انا بالعراق يعني شنو تشعر انت في بغداد يعني دائما قلت لك تنتابني الحسره والالم على بغداد يعني لانه انا اشعر نفسي انه انا جدا مرتاح وعندي امكانيات والحمد لله الله فضل عليه لكن اشعر الى غيري انه يعني وضعه صعب وتعبان و يجاهد ويحاول انه يخلص الناس ولا الرياضيين؟ على مستوى الناس وعلى مستوى الرياضيين يعني. إذا كنا نعتبر أن السياسة شبيهة بكرة القدم الكرة في ملعب من الآن سياسيا شوف اليوم بالسياسة نحتاج إلى أشخاص يعني مبدأهم ولائهم للبلد اليوم أقدر أقول لك يعني طلع 97% من السياسيين هم ولائهم ليس للعراق ولذلك ولائهم لمصالحهم الشخصيه، ولائهم لبقائهم على السلطه، ولائهم للحصول المادي اكثر واكثر ويمشون باجندات خارجيه. هل اسقطوك؟ نعم ضربه القاضيه؟ لا مو بالضربه القاضيه لكن ممكن انه يحجموك و اطراف كثيره ما تحب انه احمد راضي يبرز الى الصوره ول... ولذلك اليوم كل ما ينهض احمد راضي يحاولون يسقطوا هذه الاطراف سواء كانت رياضيه او سياسيه على المستوى اللي ينتبه للمستوى الرياضي او ينتبه للناحيه الرياضيه. كان مؤيد البدري بالتعليق يقول احمد راضي انشبح ف كم <تشمع> مره انشبحت؟ كثير انشبحت شوف انا كنت يعني صحيح لاعب عندي مهاره وعندي مرونه بس كنت ضعيف البنيه يعني وحتى احنا في يعني في بداياتنا مو مثل هسه، هسه الان اللاعب على مستوى العالمي يعني تدري قد يمارس تمارين قوه وحديد يعني هذا الفتنس حتى يبني عضلاته حتى يقدر يتخلص من الضعف ويحافظ على مساله حتى هل انت الان هل انت الان في حاله قوه ام ضعف؟ من اي ناحيه يعني تشعر نفسك وانت تمشي في الشارع او في السياره؟ لا, لا انا قوي الحمد لله يعني قوي بالله اول شيء ثانيا قوي برصيدي وجماهيري وبالحضور اللي تمكنت منه ابقى محافظ عليه مع الناس يعني هل انت الان في حاله فوز ام تعادل ام خساره في حاله تعادل تقدر تقول مع من يعني مع نفسي اولا انه يعني خطيت خطوات خسرت بها وربحت بها و لحد هاللحظة أم دا حاول أسوي إعادة تأهيل بالنسبة لنفسي وأحاول أنه أخ يعني أستغل الوقت المناسب اللي أحاول أنه أفوز به مرة ثانية هواية تلعب تنس ليش؟ رياضتي مفضلة أحبها يعني وأمارسها وبعدين لازم مت... اليوم ما تقدر تلعب كرة قدم يومية لأنه يحتاج لك مثلا فعلى الأقل إذا تلعب خماسي يحتاج لك إلى 12 لاعب لكن التنس تحتاج لك إلى واحد وربما ثلاثه معك حتى تسوي عن كره القدم طبعا اكيد يوميا اشاهدها و... واتمنى العافيه واتمنى العب امام جمهوري الان الموجود في بغداد يعني مثلا كيف رئيس الدنيا اذا رايناها اذا اعتبرناها طوبه شوف انا عندي مبدا بالحياه يعني ممكن انه انت تنفخ على النار على بطريقه مختلفه ممكن عندك عود شخاط تشعله وبنفخه حتى تطفيه لانه حتى لا يسوي لك حريق ممكن وممكن اكو جمره تنفخ عليها حتى تطلع النار انا من هذا المبدا دائما اخذ الجانب السهل جانب الواقعي الجانب اللي ما يؤذي الاخرين بدون مجامله احمد راضي هل انت راضي عما انت فيه يعني قلت لي احنا متعادلين الان ويا نفسي متعادل انا يعني الحمد لله والشكر انا اعتقد انه لحد هاللحظه اكو ناس وعندي جمهور ويمكن ناس حصلوا مثل ما حصلت لكن اليوم اختفوا لكن اليوم انا موجود على الساحه مو الموجود على المستوى الساحه السياسيه اقصد بها انه الناس تعرف لا موجود في محبه قلوب الاخرين ضروري احمد راضي الشخص اللي قدم للعراق والولاء والوطنيه واللي يعني عندي اقل درجات الوطنيه اللي يحملها يمكن هم الناس والشعب ففرحان بهذا التواجد من خلال طبعا الشارع بالمطار بالسيارة بالفيسبوك بكل مكان أبو هيا صاحب ماض كروي عريض ابتسم له الحظ ملء شطقيه اللاعب الذي قلما كان يجلس على مصطبة الاحتياط غادر المستطيلات الخضر جلس تحت قبه البرلمان احتياطيا ثم اصيلا يعرف ان السياسه لعبه لا ترضى بالتعادل لسان حاله يردد وذاك زمان لعبنا به وهذا زمان بنا يلعب